في سورة الملك سورة تبارك الله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأظهر سورة الإنسان: ويطعمون هلات على الإنسان حين من الدهر، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأظهر أن هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة، نزلت في من؟ في علي وفاطمة. ذكر الله عز وجل فيها النعيم، فقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ذكر الله نعيم الجنة كله إلا الحور العين، ما ذكرهم الله إكراما لمن؟ إكراما لفاطمة، إكراما لمن؟ إكراما لفاطمة، حتى لا يصيبها في الثناء على زوجها أنه سيرزق الحور العين فتشعر أن نقصا فيها. فهذه الآية الوحيدة في القرآن التي فصل فيها نعيم الجنة ذكر الله المشروبات والمطعومات واللباس والحرير والخدم، كل نعيم على الجنة فصل إلا الحور العين، ما ذكرهم الله لهن إجلالا لفاطمة رضي الله عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة بضعة مني.